بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبو القاسم محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. طلابنا الأعزاء، وصلنا وياكم إلى سؤال العشر درجات. سؤال العشر درجات يأتينا في السؤال الرابع، هذا سؤال مضمون 100% وهو قصص الكتاب. قصص الكتاب أي طالب ما يستطيع أن يستغنى عنهن لأهميتهن في الوزاري ويجني 100%. راح نبلش القصص المهمة، ناخذ قسم والقسم الآخر محاضرة ثانية. عندنا باليونت مثل أول، طبعا طلاب القصص إذا طالب داخل جديد فالقصص تختلف عن القطعة. القطعة أخذناها محاضرة واحدة، أما القصص لا، تكون محاضرتين ويجنب السؤال الرابع، أما القطعة يتني في السؤال الأول فراسي. انتبهوا وياي، هذا سؤال الرابع، سؤال الرابع فرع أي القصص. هنا يقول قصة كريم. Where does the story take place؟ كلمة take place يعني وين صارت، أين حدثت قصة كريم. الجواب مالتها طبعا باختصارات إن المتنبي ستريت، أو تقول إن المتنبي صحيحة، تقول أن المتنبي ستريت صحيحة. سؤال الثاني، why ومعنى why، لماذا معنى why، لماذا. لازم الطالب هنا يركز أنه من ياخذ يعني كلمة why معناها لماذا. هاي الأشياء لازم يعرفها الطالب، لأن راح تاجها لما نشرح لك القطعة الخارجية بالطريقة الوزارية. why was كريم sad، كلمة sad دير بالك عليها، وي كريم ليش كريم ساد. When arrived at the bookshop، عندما وصل إلى مكتبة بيع الكتب. Because، سبب. Because there was a long queue، حد لي هنا أنا. لأن كان هنالك طابور طويل، طابور يعني سيرة طويل، راد يشتري كتاب ولقى 50 شخص لازمين سيرة على الكتاب هذا. يلا، What was كريم's dream، اكتب عليها وزاري مكرر، وزاري مكرر، يعني كل سنة تجيني دور أول، دور ثاني، دور ثالث، وإن شاء الله ما توصلون لهاي الأدوار. من الدور الأول وكل من يشوف صاحبه بخير. What was كريم's dream؟ ما هو حلم كريم؟ To be a famous poet، حد لي هنا، ليكون شاعرا مشهور. Why did the shop owner، صاحب المحل، give كريم a prize، ليش انطى برايز، ليش. He was the 50 customer، لأنه كان رقم 50 وكانت جائزة لرقم 50. هاي فكرة القصة. Why was كريم so happy، احنا صار سعيد، هناك شني sad لأن لقى الطابور طويل. Happy ليش، because his patience، لأن شني patience صبره، was being rewarded، لأن تمت مكافأة صبره، الصبر ما بتتم بمكافأة. يلا، who is going to read كريم's poems؟ استاذ اللاحظ بكل قطعة عندك كلوان، يعني بكل سؤال لون أزرق، كلمات باللون الأزرق، شنو هاي؟ هاي دلالة، إذا لقيت كريم's read كريم's poems، من الذي يقرأ قصائد كريم؟ And give him advice. من هو اللي راح يقرأ قصائد كريم؟ تقول فقط النواب. فقط أقول النواب؟ نعم، فقط النواب. سأل هاي حسب المنهج الجديد؟ نعم، حسب المنهج الجديد. قطعة لوسي هي قطعة وليس قصة، إذن ما نأخذها. قصة كرم. كرم وكريم. كرم held his brothers، وهاي وزارية مهمة. Held his brothers with their homework, housework. واجباتهم البيتية لو housework بالعمل المنزلي. لا، homework واجبات منزلية. تمام. كرم run into the road to save. كرم ركض إلى المن نحو الشارع لينقذ his mother، أمه.
his brother أخوه. A little girl فتاة صغيرة. تحاول شنقذ فتاة صغيرة لأن راد تدعمها السيارة وندعمها هو. See why was Karam lucky after his accident. ليش كرم يعني كان محظوظا بعد الحادث؟ شنو ليش عود بعد الحادث صار محظوظ؟ شنو السالفة؟ He had a loving and supporting family. لأن محظوظ لأن عنده شنو من صار يا حادث loving and supportive family عائلة تحبه وداعمة له. عائلة تحب أو محبة له وسبورتيف داعمة له. سؤال دي يقول كرم didn't do well academically. لاحظ هنا يقول لم ي... طبعا يبلي كرم جيدا أكاديميا أوكي. When he returned to school عندما رجع إلى المدرسة. True or false يعني هو يعني شو نقول وضع الأكاديمي بالمدرسة نزل مستواه خلينا نقول True or false. False بالعكس تحسن مستواه لأن دعموه الأهالي يعني أهله وكذلك الأستاذ مالته. Right for things كرم missed about playing basketball. اكتب أربعة أشياء افتقدها كرم حول لعبة كرة السلة. أولاً physical activity. physical activity طبعاً هنا النشاط البدني. physical بدني activity نشاط. the speed السرعة. the team work and the competition of his favorite sport وروح العمل بالفريق. روح العمل بالفريق أوكي والمنافسة الرياضية المفضلة لديه. إذن هذه الأشياء اللي رأتها. Who held Karam وهذا وزارة أنا أعتقد يجي مهم. Who held Karam returning to playing basketball. من الذي ساعد كرم أن يرجع للعبة السلة كرة السلة. His PA PA يعني ال physical teacher أو ال physics teacher طبعا الأستاذة مدرس أو معلم الرياضة تمام ساعدة بالرجوع للعبة كرة السلة. هاي كل ما يخص كرم من اللي يرسله من الكذا هذه الأشياء طبعا مستحدثة. المهم اللي موجود بالكتاب باعتبار أنه الوزارة قالت أن الاعتناء فقط. هسه هذا اليونت الثالث. باليونت الثالث طلابنا الاعزاء عندنا قصة التاجر. ناخذ قسمين. قصة التاجر مهمة شفتوها بالتمهيدي وردت للطلاب الموجودين كذلك طلاب التمهيدي وشافوها الطلاب 2024 الأسئلة كانت لها كذلك بعض الأسئلة اللي وردت عليها. يقول وير شنو معنى وير؟ معناها أين؟ وير وير did the merchant live؟ أين يعيش المرشنت التاجر؟ وين يعيش؟ He lived in a large strong house with the beautiful garden. عاش في بيت كبير وقوي ذا حديقة أو ذو حديقة جميلة. Why معناها لماذا؟ Did the merchant give his riches to his sons؟ لماذا أعطى ثروته لأبنائه؟ لماذا أعطى ثروته لأبنائه؟ He wanted to spend more time relaxing in his garden. أهم شيء لا تترك الأخير. بنفس الحالة. To spend more time تقدر تقول منها الجواب. To spend more time relaxing in his garden. ليعيش باقي حياته باسترخاء في حديقته. What did Majid buy? ماذا اشترى ماجد؟ ماذا اشترى ماجد؟ ستراو
القش. اوكي what did Ali buy, ماذا اشترى علي, feathers ريش. what did maid buy, او سوري هنا ماذا اشترى احمد, احمد buy, ماذا اشترى احمد, what did احمد buy, ماذا اشترى احمد, a candle شمعة. سؤال البعده يقول where ماجد and علي هبي, هل ماجد وعلي سعيدين, when حامد got the house, عندما وصل او سوري حمد وصل الى المنزل. اوكي راح نشوفه. Yes they were, نعم هم كذلك يعني سعيدين كانوا في المنزل. نروح الى السؤال او القصة الاخرى, قصة ابراهيم. طبعا قصة ابراهيم قطع عليها 5 اسئلة مهمة تتكرر بالوزاري. السنة هي كانت محذوفة, السنة ضافوها لكم يدرون بيكم انتم طلاب ابطال وشطار, كملت الاول السادس ابتدائي وزاري والثاني والاول والثاني وكذلك وصلت للثالث متوسط, فاكيد انت عندك معلومات وهاي المعلومات راح طبعا تقضيها او تستخدمها بالقطع وقصص. تعالوا يعني. سؤال الاول يقول ابراهيم was not interested in animals until he went to school, لم يكن ابراهيم مهتما في الحيوانات حتى شني دخل المدرسه. True or false, لا فولز, من البدايه هو مهتم بها. He found, على ابراهيم, he found out about animals from television, اكتشف, he found out, اكتشف حول الحيوانات من التلفزيون. True or false, لا فولز. سؤال بعده, he moved to Baghdad when he was 17, عندما كان عمره 17, فولز. جيد. بعده, بير هيلد ابراهيم, لاحظ او بير هيلد ابراهيم ليرن فرنش, يا هل اللي ساعد ابراهيم بير ساعد شني تو يتعلم الفرنسيه. True or false, true, ابراهيم wrote a book at university, ابراهيم كتب شني كتاب في الجامعه. True or false, false. إذا هذه كل ما يخص أيضا قصة إبراهيم الموجودة في الكتاب الوزاري. طلابنا الأعزاء هاي القصص 4 مهمات وزارية ويتكررون بالوزاري, كذلك تقدر تضمن 10 درجات طبعا بس في هذين 4 قصص. لا احنا هذا الجزء الأول, الجزء الثاني إن شاء الله راح يكون على اليونت 5 يونت 6 يونت 7 ويونت 8. المهم طلابنا أنه نكون مستعدين للوزاري بهاي الطريقة ومسلحين بهذه الأسئلة الوزارية على مود ما نتفاجأ ونقول هاي الأسئلة ما قارينها. لا كل شي نقرأ وكل شي نشوفه نحله على مود نضمن النجاح أكثر وأكثر من خلال اهتمامنا بالأسئلة الوزارية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.